ختمت القرآن الكريم ولدي من العمر 6 سنوات، وأنا كنت عندي الدكتور أحمد المزين ودخلت عنده وأنا عندي 2.5 سنين، وأنا حالياً عندي 9 سنين. ويعني اللي ساعدني في ده والدتي ووالدي وكتاب المتشابه كمان اللي هو خلى حفظي إتقان يعني. وأنا حالياً بقرأ في القراءات العشر. أنا حفظت القرآن عشان أدخل الجنة وألبس تاج الكرام، وكمان عشان ربنا يهديني ومثلاً أكون مثلاً في المدرسة مثلاً كويس. عمل الدار ليس مقتصر على تحفيظ القرآن فقط، ولكن عندنا مشاريع كثيرة وضعها لنا الدكتور وإحنا بنمشي عن المنهج. يعني من ضمن الأعمال أولاً حفظ القرآن الكريم، ثانياً حفظ الآداب، معرفة السيرة النبوية، معرفة الصحابة، معرفة أمهات المؤمنين. الإنسان يعني إحنا لا ندعي إن إحنا نعرف كل شيء، لا نعرف كل شيء، ولكن بقدر الاستطاعة نجتهد، بقدر الاستطاعة نجتهد ونعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن من أهل القرآن، لأن لله أهلين من الناس، منهم أهل الله، أهل الله وخصته، وهم أهل القرآن، فندعو الله أن نكون من أهل القرآن. بدأت حفظ القرآن وأنا عمري 2.5 سنين، وختمت القرآن وعمري 8 سنوات في أحد مراكز الدكتور أحمد المزين فرع فزار. لم أجد صعوبة في حفظ القرآن الكريم، لأن القرآن مش صعب على حد. لو أنت حطيت في دماغك إن أنت تحفظ، عمرك ما هتلاقي صعوبة في حفظ القرآن الكريم. وبفضل الله أنا ختمت القرآن وبمساعدة والدي والدكتور أحمد المزيق. أنا كنت بروح الكتاب أسمع وأخذ اللوح صفحة، وساعات أنا كنت بزود صفحتين أو 3. أنت لو ما حبيتش القرآن هو مش هيحب. لو أنت قلت أنا مش هحفظ، عمرك ما أنت حافظ القرآن خالص. إحنا نستلم الطفل وهو عنده 2.5 سنين أو 3 سنوات بالأكثر، نجتهد في التربية ونقوم معه بكل سبل المعاملة الحسنة اللي احنا تعلمناها من القرآن، من خلق القرآن. لازم نخلق هذا الطفل بخلق القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئلت السيدة عائشة عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. فبنعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ونجتهد بقدر الاجتهاد والاستطاعة أن نربي الطفل تربية سليمة كما علمنا ديننا وكما علمنا ربنا وكما علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما تعلمنا من الدكتور أحمد المزي، إن احنا نربي الطفل على الإيه؟ على حب القرآن وحب السيرة والعقيدة. لم أجد أي صعوبة في حفظ القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى هو من يسر لي هذا القرآن وأحفظه بإتقان كالأرض يا ربي، وهو ليس فيه أي صعوبة، والذي ساعدني في هذا الدكتور أحمد ووالدي. أنا هدفي أن أدخل الجنة، وهدفي برضو أن أكون مميز وأكون ممتاز في أي حاجة، في دراستي، في حفظي، في صوتي، في أي حاجة. نعم، القرآن يؤثر على أخلاقي. مثلا لو أنا مثلا في موقف، مثلا لو اضطريت للكذب، أفتكر القرآن الكريم الذي ذكر فيه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومثال تاني برضو اللي هو مثلا لو حسيت مثلا ان اخويا مثلا ظنيت بيه حاجه وحشه، برضو القران ذكر برضو ان بعض الظن ايه. لا طبعا القران ما عطلناش، اليوم متجزئ لاجزاء، شويه نحفظه وشويه نذاكره وشويه نروح المدرسه وشويه نروح الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى. ومثلا انا بقى بفضل القران والله سبحانه وتعالى بطلع الأول على الصفوف بتاعتي وبقى